صباح الخير عليكم من قناتي قناة رجاء التعليمية. النهاردة جاية لكم وبصبح عليكم بخبر جميل جدا وصار من التومين. النهاردة ان شاء الله 4/8 هيبدأ اصدار البطاقات الجديدة التومينية. هيبدأ التقديم ان شاء الله من خلال موقع دعم مصر عقب اجازة عيد الاضحى المبارك اللي هو النهاردة بإذن الله. وطبعا ده تكليل للخدمات اللي قدمتها الوزارة من خلال الموقع ونجاح الخدمات دي من خلال موقع دعم مصر. وفقا للقرار 178 لسنة 2017 ففي فئات مستحقة عددهم 9، أو المستحقين اللي هم معاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك، دول أول فئة مستحقة. رقم 2 اللي هم المطلقات والمرأة المعيلة، الفئة الثانية المستحقة اللي هي المطلقات والمرأة المعيلة. 3 أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة دون التقييد بالحد الأقصى للدخل، يعني أي حد لا قدر الله مريض مرض مزمن أو ذوي إعاقة كده ده فئة مستحقة معايا في استخراج البطاقة التومينية من موقع دعم مصر. الفئة الرابعة المستحقة معايا القُصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين. 5 العمالة الرسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل. الفئة الستة اللي هم المهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلون ومن في حكم ذلك، يعني المهنيون والحرفيون اللي هم زي النجارين والسباكين وما شابه ذلك اللي هم أصحاب الأعمال الحرة. كمان في حاجة كويسة جدا لأصحاب المؤهلات الدراسية وما زالوا بدون عمل، يعني اللي هم عندهم بطالة وما زالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعي. طبعا البحث الاجتماعي ده لازم يتعمل عشان طبعا يشوفوا نسبة الدخل للحاصل على مؤهل دراسي. الدخل ده لازم بحد أقصى طبعا 800 جنيه شهريا. ده طبعا فئة مستحقة من مستحقين استخراج البطاقة التومينية في هذه الفترة. ممكن حد يسأل يقول ازاي هو لا يعمل او حصل على مؤهل بدون عمل وهيعمل بحث اجتماعي وازاي بحد اقصى 800 جنيه. ممكن يكون بيشتغل اعمال حرة او بعض الوقت، او ممكن يكون بيتقاضى معاش مع والد. الفئة الثامنة معايا أرباب معاشات العاملين في الحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. يبقى أرباب المعاشات برضو متضمنة في الفئة اللي هي من حقها إن هي تقدم في موقع دعم مصر علشان تقوم باستخراج بطاقة تومينية ليها. آخر فئة معايا اللي هم العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص براتب حد أقصى 1500 جنيه شهريا. دول آخر فئة معانا في المستحقين لاستخراج البطاقة التومينية من موقع دعم مصر. عرفنا الشروط، طيب إيه المطلوب؟ إيه المستندات اللي هي مطلوبة لإصدار البطاقة التومينية الجديدة؟ لازم يبقى فيه شروط. اول شرط او اول مستند لازم يروح بيه المستفيد او يقدم بيه من خلال موقع دعم مصر اللي هي صورة بطاقة الرقم القومي لرب الاسرة. 2 صورة بطاقة الرقم القومي لباقي الافراد المستفيدين، يعني لو في حد مستخرج بطاقة في الاسرة يبقى دي هناخد صورة بطاقته معنا. طيب ما فيش افراد اللي هم مستخرجين الرقم القومي هعمل ايه؟ صورة شهادة الميلاد لابناء القصر، يعني في ابناء قصر يبقى دول هنقدم لهم بشهادة الميلاد. 4 صورة قسيمة الزواج. 5 المستند الدال على قيمة الدخل اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي هي 800 او 1500 وقيمة المبالغ دي او قيمة الدخل ان كان من العاملين. طبعا بيروح بياخد برينت بمبلغ اللي هو بيتقاضاه او بياخده كمرتب كراتب شهري ليه. في حالة استيفاء الشروط اللي احنا قلناها كلها سواء ان كان هو من الفئات المستحقة ولقي نفسه من الفئات المستحقة يعني وحضر المستندات المطلوبة ليه، ايه اللي هيحصل؟ هيتم اصدار بطاقة تحمل 4 افراد بحد اقصى وعدم اضافة اي افراد اخرين للبطاقة بعد الاستخراج. صباحكم ورد وفل، بصبح عليكم تاني. ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، واشتراك في القناة. وكل عام وانتم بخير. باي باي.